أم هم يعني جاءوا هذا، يعني دخلوا في هذا بناء على اجتهاد منهم، بناء على مبادرة إلى العمل الصالح وإلى الإيمان منهم، أم أنهم اختيار رباني اختار الله سبحانه وتعالى يعني في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق البشرية، اختار عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق لكي يقوموا بهذا الدور العظيم مثلا، وعثمان وعلي إلى آخره؟ هو هناك نوع من الاصطفاء لا شك في هذه المسألة، خاصة للكبار، ولكن اصطفاؤهم ليس كاصطفاء الأنبياء، لا شك في ذلك، لأن النبي معصوم، كل الأنبياء معصومون، أما من دون الأنبياء مهما بلغ مقامهم فهم ليسوا من المعصومين، فاصطفاؤهم يختلف عن اصطفاء. وقد ورد هذا عن سيدنا، فيما أذكر سيدنا عبد الله بن مسعود، يعني اصطفى الله لنبيه هذه الكوكبة من الصحابة، يعني هناك ما يشير إلى هذا المعنى، يعني فهناك نوع من الاصطفاء لا شك، وقدر الله ماض، والهدي الذي عرضه النبي عليه الصلاة والسلام كان لابد أن يؤثر في النفوس ويصطفي له هذه النفوس، خاصة الكبار الذين يعني أقاموا وأسندوا الإسلام إلى أكتافهم وأقاموه على كواهلهم حتى قام هذا الإسلام عزيزا في هذه الدنيا، وما ماتوا ما تركوا الدنيا إلا والإسلام عزيز راسخ الوجود في هذا المجتمع في هذه الدنيا. ولعلنا لو أشرنا إلى بعض الأحاديث مثلا التي تشير إلى الاصطفاء، سيدة عائشة مثلا الذي يقرأ صحيح البخاري يجد بعض الأحاديث التي تشير إلى نوع من الاصطفاء، لا أقول اصطفاء، النبي صلى الله عليه وسلم رأى السيدة عائشة وقد جاء بها سيدنا جبريل في سرقة، يعني قطعة من الحرير، فكشف فوجدها عائشة رضي الله عنها. في يوم آخر رأى في المنام صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، فوجد أيضا كذلك هذه السرقة قطعة من الحديد فيها السيدة عائشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن يشأ الله أمرا يمضه، يعني إن شاء الله شيئا سيحدث وسيقع، تمام؟ فكأن هذا اصطفاء، لماذا؟ لأن هذه المرأة الكريمة الشريفة الطيبة الطاهرة هي التي ستحمل الميراث المنزلي للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لا يعيش مع النبي في بيته، أبو هريرة لا يعيش مع النبي في منزله ولا في حجراته وغيره، والسيدة عائشة شابة من بيت كريم، وكذلك بيت معروف بقوة الذاكرة والحافظة ومعرفة الأنساب وكذا والشعر، فكأن الحديث كأن فيه نوع من الاصطفاء، ويعني خاصة أنها من بيت أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالعلاقة متينة وثيقة، فهي التي حملت هذا الجزء من الميراث النبوي. بقية الصحابة حملوا يعني ما حدث في الأسفار وما حدث في خارج المنزل النبوي. يعني سأقول شيء دكتور لو تعلق عليه جنابك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس كباقي الأنبياء، دعوته ممتدة إلى يوم القيامة، وبالتالي من الضرورة بمكان أن ينقل هذا الميراث، التعبير الجميل الذي ذكرته، الميراث المنزلي هذا إلى البشرية من بعده حتى تتأسى به وتقتدي به عملا بمنطوق القرآن الكريم، يعني أن يستنى الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا وجاهة؟ يعني بمعنى انه يعني يعني اختيار عائشه، يعني اصطفاؤها في البيت، يعني من الضروره بمكان اصطفاء هذه الانسانه بهذه الصفات الاخلاقيه والمنزليه والنسب الكريم والعقليه، يعني هذه من لا تحتمل هذه وجاهه علميه، يعني بانها يعني هي مؤهله لكي تنقل هذا الميراث النبوي. نعم، ولا شك ان يعني نحن نقول نوع اصطفاء، لا نقول اصطفاء حتى يختلف الامر بالنسبه لاصطفاء الانبياء، يعني نوع اصطفاء لا شك ان هؤلاء الناس مصطفون، ولكن نوع اصطفاء يختلف عن اصطفاء الأنبياء، ولعلنا نلاحظ هذا حتى في النبيين السابقين، يعني الـ أصحاب عيسى عليه السلام من الحواريين، نلاحظ أن الله عز وجل لما ذكر أمرهم في سورة المائدة، وأنهم قالوا يعني سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل الله عليهم مائدة، فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. نلاحظ أنه أن هذا الأمر يعني الناس ربما يظنون أن أو قد يعني ينظر إليه على أنه على أنهم شكوا، وهذا حقيقة، ولكن قبلها قال الله عز وجل وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فالله اصطفاهم في هذه الحالة أنكم أنتم ستحملون ميراث عيسى فاتقوا الله، فذكر قبل أن يذكر سؤالهم المائدة وهل فيها شيء من العنت، لا شك يسألون عيسى مائدة حتى يثقوا فيه، فالله عز وجل أوحى إليهم أن آمنوا برسوله، قالوا آمنا وسلموا، فذكر الله عز وجل اصطفاءه لهم ومغفرته لهم قبل أن يذكر يعني هذا الطلب العجيب الذي طلبوه.
عليهم رضوان الله. وهذا الاصطفاء ليس خصيصا للحواريين وانما قد ينطبق على الصحابه الكرام. طبعا لا شك هم اولى بذلك، لان كما اشرتم هؤلاء الصحابه هم الذين سينقلون الميراث الذي سيظل يعني ثابتا ومستقرا في اصوله العامه وقواعده الكليه وتفصيلات بعض التفصيلات الخاصه به الى يوم القيامه، فهو ميراث مستمر. فلذلك لا بد ان يكون هذا الجيل جيلا حديديا. الحواريون مهما كانوا يعني عدد قليل من الناس، اما الصحابه فعدد كبير جدا ادى الى استفاضه نقل هذا الدين بوثاقه ليس لها مثيل في اي تراث اخر. انطلاقا من هذه الجزئيه المهمه دكتور، لو تؤصل لنا بشيء من العلميه حتى من الناحيه التاريخيه، نريد ان نتحدث عن الاهميه الدينيه والسياسيه والعسكريه للصحابه وما ادوه في الاسلام من ادوار. يعني يشيع في الادبيات الاسلاميه الحديث عن مناقب الصحابه واحدا واحدا، لكن انا اظن اننا نحتاج يعني بسبب سؤالكم هذا إلى الانتقال إلى المناقب الكلية العامة. هذه أولى لأنها تكشف عظمة هذا الجيل وتضيع الأخطاء الصغيرة التي قد ترد، يعني تضيع في بحر الإحسانات الكثيرة التي فعلها هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. فآن لنا أن ننتقل أو نغير الخطاب عن الصحابة إلى الحديث عن المناقب العامة. هؤلاء الصحابة أول شيء فيهم هم الذين ضمنوا استمرارية الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعرض لأكبر أزمة ممكنة، أزمة الردة. هذه أزمة كانت كفيلة بأن تجتاح هذا الإسلام اجتياحا، والوحي يعني انتهى دوره أو انتهى توقف نزوله على الأقل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن انتقلت المسؤولية إلى الصحابة الذين كانوا يعني قد أصابتهم الصدمة الهائلة الكبيرة التي اجتاحت نفوسهم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. غرب هذا يعني هذا النور الساطع الذي كان في حياتهم، لكن الآن يشعرون بالخطر على الإسلام. أنا لهم أن ينفضوا الحزن عن أنفسهم أو أن يدفنوه في قلوبهم ولو إلى حين، وأن يتولوا المسؤولية بأنفسهم. وهذه تحتاج إلى ملكات خاصة. لا شك، وطبعا إمكانتهم يعني ممكن نتكلم عن هذه، لكن نعم. نقر هذه الحقيقة أولا، أن استمرار البقاء السياسي للإسلام كان على يد هؤلاء. هذه مسألة أولى، أنهم يعني حالوا بفضل الله عز وجل وتوفيقه دون زوال دولة الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الوجود السياسي، الوجود الاجتماعي، مهما يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وافضلهم وكذا، ولكن كان لابد له من ادوات اجتماعيه يتم عن طريقها ترسيخ الوجود الاسلامي في كل الانحاء التي يمكن ان يصل اليها البشر او يمكن ان يصل اليها هؤلاء الرجال. فهم الادوات الاجتماعيه التي رسخت وجود الاسلام واستمراره. النبي عليه الصلاه والسلام الذي يلاحظ سنته يلاحظ انه كان يلتقط عادات الجاهليه وينفيها عاده عاده. رجل يسب رجلا فينتقد على هذا ويلفت نظره، رجل يفعل فعلا من افعال الجاهليه فينقي هذه الاخلاق التي يراها في الصحابه من شوائبها الجاهليه، الرواسب الجاهليه الباقيه. في مرحله التعليم، في مرحله في مرحله التربيه والتعليم والاعداد. فنقي هذا الجيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان كما قلت هو فرد شخص واحد، فاذا لابد له من ايادي او ادوات اجتماعيه يتم عن طريقها ترسيخ الاسلام في مختلف انحاء المجتمع. في داخل الأسرة النبي لن يصل لكل طفل ولا إلى كل امرأة في بيتها، وإذا وصل سيصل إلى من في المدينة، وإذا وصل إلى خارج المدينة سيكون لقاءات سريعة، إذا وصل إلى أن يتحدث إلى النساء فهو لقاء عابر كما كان يأخذ بلالا معه ويعظ النساء. إن الرجال قد غلبننا عليك يا رسول الله، إحدى النساء قالت هذا، فذهب يعطي النساء درسا، ولكن ما كان بالحجم الذي يأخذه الرجال. فكان الرجل ينقلب إلى أهله فيعظهم وينقل إليهم ما سمع من النبي وما رأى وما لقي. ولذلك بعض أبناء الصحابة يقولون كان آباؤنا يعلمون الغزوة كما يعلموننا السورة من القرآن، فيعلموهم الوحي، علموهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه ومواقفه. ولذلك روية هذه المواقف رواها أبناء الصحابة وغير أبناء الصحابة من أتباعهم وتلاميذهم وخدمهم وعبيدهم أو مواليهم، نقلوا هذا التراث بهذه الصورة. فكان الصحابي حريصا على أن ينقل التراث النبوي الذي يقوم عليه الدين، فرسخوا الوجود الاجتماعي للإسلام ورسخوا الوجود العلمي للإسلام كذلك، لأنهم كانوا حريصين على أن يعني كانوا بين أمرين، بين أمر الورع من أن ينقلوا شيئا ويخافون من أن يخطئوا في النقل، ولكن أيضا أمانة في أيديهم لا بد من توصيلها. يعني سيدنا معاذ بن جبل مثلا رضي الله عنه وكان شابا حتى حين مات، كان قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. فقال: أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم حتى لا يتكلوا. فعند موته خاف
أن يكون قد كتم شيئا ويعني أن يموت دون أن يبلغه، فبلغ الناس به وقاله كاملا. النبي قال لا، يعني لا تبلغ حتى يعني حتى لا يتكل، لا تبشره حتى لا يتكل، ومع ذلك قال هذه لا تظل حبيسة تموت معي، فأبلغها للرواة، والرواة رواوها في بسند صحيح في بعض كتب السنة. نقطة مهمة أشرت عليها، أريد أن نعرج عليها، أعود معك إلى الوراء دكتور، عن الدور الديني مقرونا بالدور السياسي للصحابة عندما انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. ارتد جل العرب، يعني حتى أقاصي اليمن وفي نجد، والذين ارتدوا بالرغم أنهم كانوا أكثرية كذلك كانوا هم الأشد بأسا في القتال وفي الحروب وفي الخبرات العسكرية، مع ذلك الصحابة اتخذوا موقفا حقيقة مدهشا في التاريخ يعني يدرس. الانتصار الذي حققه الصحابة بهذه الأقلية العددية، والنبي مات، والوضع الداخلي للمدينة المنورة كان مرتبكا، والعرب تألبت عليهم، وفيهم الأشداء والصناديد والشجعان والمقاتلين والخبراء، ومع ذلك انتصر الصحابة، هل من دلالة دينية، دلالة تاريخية، دلالة ذهنية، ما يمكن أن نتحدث عنها في هذا السياق؟ لأن هذه النقطة المفصلية حفظت الإسلام بعد ذلك. المرتدون كانوا يدافعون عن مطامع ورغبات، يعني الذين كانوا يتبعون مسيلمة هل تظنون أنهم كانوا صادقين؟ بل كانوا يقولون كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، فهي مطامع. لكنهم قاتلوا قتالا شديدا. أنا لا أنفي أنهم قاتلوا بشجاعة وبقوة، لكن قاتلوا عن مطامع. أما هؤلاء فيقاتلون عن عقيدة، يقاتلون عن عقيدة. وطبعا الصحابة ما كانوا قليل الخبرة بالحرب، الأنصار بالذات ما تركوا الحرب عشرات السنين كانوا يقاتلون. يعني الحروب التي وقفت بظهور الإسلام، حروب الجاهلية وقفت كما يقولون، جاء الإسلام وحجز بينهم. يعني الإسلام يشبه ماذا؟ يشبه فرقعة ضخمة جدا سمعها العرب، فترك كل واحد الحرب مع جاره ليلتفت ما هذا، يعني عبس وذبيان، الأوس والخزرج، كذا وكذا، قبائل تتقاتل. أول ما جاء ظهر الإسلام كان كالقنبلة، فيقولون حجز الإسلام بينهم، انشغلوا بحدث ضخم، ألهاهم عن القتال فيما بينهم. فكان قتال الجاهلية كأنهم بمثابة التدريب، فكانوا رجال حرب، ما كانوا هي قريش طبعا كانوا رجال حرب، ولكنهم يعني لم يمارسوا القتال طويلا كما مارسه الأنصار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا للأنصار، في حنين ينادي الأنصار يا للأنصار، حتى كان يأتي العشرة ويقاتلون حتى يقتلوا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنصفنا إخواننا، يعني جاءوا ليفدون وقتلوا في وسط هذه المعارك الحامية الساخنة. فالقصد هو أن هؤلاء يعني المرتدين قاتلوا بشجاعة، هم أبطال لا شك، يعني العرب كانوا مقاتلين يعني أشداء بلا شك، يعني ولكن رجل يقاتل عن عقيدة ورجل يقاتل عن مطامع لا بد أن يختلف الأمر. ثم يضاف شيء آخر، وهو أن أبو بكر رضي الله عنه جهز 11 لواء نثرهم في الجزيرة. فأما أهل اليمن فقد كفاهم مسلم اليمن، كفوا الصحابة أمر اليمن، فما احتاجوا إلى جيش. يعني قام بعض مسلمي اليمامة بقتل هذا المدعي للنبوة الأسود العنسي، قتلوه وخلصوا الأمر من فتنة اليمن، فسلمت اليمن والحمد لله. أما مسيلمة فقد كان أمره عظيما جدا. أشد معارك الردة هي معركة بني حنيفة، كانت شديدة جدا، وخرج لها خالد رضي الله عنه فنصره الله تعالى. طيب دكتور نبيل، كيف اكتسب الصحابة مكانتهم في الإسلام؟ هل بمجرد الصحبة أم بأعمالهم؟ هو طبعا الصحبة شرف ومكانة عظيمة جدا، ولكن ليس لمجرد الصحبة ينال الإنسان هذه المكانة، بل يعني ما سجلوه من مفاخرة وما أظهروه من مواهب وما قدموه من تضحيات. الرجل قد يعني الرجل منهم كان يقدم نفسه وماله وولده ودمه في سبيل الله تعالى، يعني الذي يقرأ مواقف هؤلاء الناس يذهل من عظمة هذه المواقف. رجل مثل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، لا أقول مثل أبي بكر وعمر ولا حتى الزبير وبقية الصحابة، المقداد بن عمرو، هؤلاء كانوا صناديد، يعني كانوا بمثابة الصخور الثابتة التي لا تهتز. وسيدنا الزبير مرة قال للصحابة في أو للجيش الإسلامي في فتوح الروم، قال لهم من يحمل معي؟ وهذا مروي بسند حسن، فقالوا نحن، فقال على ألا تكذبوني، يعني لا تتراجعوا. فالرواية تقول إنه شق صفوف الروم حتى خرج من الجهة الأخرى ورجع بجراحات كثيرة، حتى يقال إنه كان في سيدنا الزبير جرح
فتحة في جسمه هكذا كان يلعب بها عروة بن الزبير وهو صغير، يلعب في جسم أبيه فتحة من الجراح التي كانت في جسم أبيه رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء يعني نماذج يفتخر الناس بها، ويجب أن ننشرها بين الناس، نقول انظروا نحن نفتخر بهؤلاء، نفتخر بعلي وأبي بكر وعمر وعثمان والزبير وطلحة، نفتخر بهم ولا نقول هم معصومون، ولكن نقول نفتخر بسيرتهم، وهذا هو سر عظمتهم، أنهم لم يكونوا معصومين ولكن قدموا أفضل ما يمكن أن يقدمه إنسان من سيرة ومن تاريخ. نعم، يعني ربما حان وقت الحديث عن عدالة الصحابة، يعني مفهوم العدالة، ماذا تعني العدالة وكيف اكتسبوا هذه العدالة الصحابة التي أهلتهم بالتالي ليكونوا رواة الأحاديث ونقلة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أذنت لي بعد الفاصل نتابع حديثنا بعد هذا الفاصل. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله، وهذه عودة إلى الحديث عن الصحابة ومنزلتهم، والحديث دائما مع الدكتور نبيل الفوري أستاذ الفلسفة الإسلامية. أجدد الترحيب بكم دكتور. مرحبا. أجمع علماء المسلمين على مر العصور والأزمنة على أن الصحابة كلهم عدول. ما معنى العدالة؟ العدالة تشير إلى أن هؤلاء صادقون فيما يرون، لا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يثقون في أنهم صادقون في نقله، وحتى إذا شك أحدهم يشير إلى ما يشك فيه كما ورد في روايات كثيرة. فعدالتهم وصدقهم في نقلهم وأمانتهم في روايتهم ما ينقلونه وما ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الدين والوحي وغير ذلك. كيف تشكلت هذه العدالة؟ يعني ما مصدر هذه العدالة؟ كيف اكتسبوها؟ نعم. هو تشكلت هذه العدالة من خلال تاريخ هؤلاء الناس، وأنهم اتبعوا الإسلام في وقت لا ينتظر الإنسان فيه يعني مطمعا دنيويا إطلاقا، يعني يعني في وقت الضيق والشدة، في وقت التعذيب، في وقت المخاصمة العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، في وقت الحصارات وكذا، هؤلاء اتبعوا الإسلام في وقت لم يكن لهم يعني لم يكن لك فرصة للفوز بأي مطمع من مطامع الدنيا. فهذا يدل على أنهم جاءوا لأجل المبدأ، وجاءوا لأجل العقيدة، وجاءوا من أجل الدين، ما جاءوا لأجل هذه المطامع. وإن تحقق لهم بعض الأهداف الدنيوية بعد ذلك فما كان هذا قصدهم، إنما كان قصدهم هو في سبيل كل شيء في سبيل الله. حتى كان أحدهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا كله تشربته قلوبهم ونفوسهم، فكانوا يعلمون أن أي حركة أو أي سكنة تصدر عنهم لن تكون مقبولة عند الله، بل تكون وزرا إن لم تكن خالصة لله عز وجل. فكان الرجل يلاحظ إخلاصه، يتابع قلبه كما يلاحظ جوارحه، يلاحظ قلبه في صلاته وعبادته وحركته وجهاده وفي كل أعماله، لذلك نالوا هذه المكانة العظيمة. وأكد هذه المكانة ثناء الله عز وجل عليهم وثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أفرادا ومجموعات، يعني تبشيره للجنة لطائفة من الصحابة، ليس العشر وحدهم ولكن بشر آخرين غيرهم، وثناء الله عز وجل كما أشار القرآن في غير سورة يدل على هذا الكلام. لكن بعض الصحابة وقعوا في معاصي وبعضها كان من الكبائر، هل هذا يؤثر في عدالتهم؟ لا يؤثر في عدالتهم، لأن هذا يثبت بشريتهم. البشرية هنا يعني صفة، يعني صفتهم، فبالتالي من الممكن أن يقع الصحابي في كبيرة أو في صغيرة، هذا لا يتناقض مع كونه صحابيا عدلا. كل ما وقعوا فيه لا يمس عدالتهم، لا يمس عدالتهم. يعني لو تفسر لنا، يعني ثمة من يقول بأن هذا قد يمس في بعض الفرق المبتدعة، تقول أن هذه الأمور تمس في عدالتهم، يعني لو وضحت لنا كيف أنها لا تمس في عدالتهم. مثلا ممكن أن يقع مثلا في قضية سرقة أو زنا مثلا، كيف لا تمس في عدالته؟ كل من ورد عنه شيء من هذا وثبت عليه عوقب به، ومعروف أن من عوقب في هذا الأمر فعدالته تستعاد. وهذا يعني الله عز وجل قال في سورة النور:
والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. لا، في أول السورة ذكر الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالعلماء، وهذا رأي الرأي الراجح يعني، على أن من وقع في ذنب وعوقب به وتاب منه هذا رأي يعني رأي كثير من العلماء، أن من وقع في ذنب واقتص من يعني عوقب به أو تاب عنه أو كذا فإنه تقبل شهادته. هناك رأي آخر، ولكن كل من وقع في شيء من الصحابة فقد عوقب به. هنا لو أذنت لي أن نحرر أكثر يعني معنى العدالة، هذه العدالة تقتضي بأن لا يتعمد الصحابي الكذب في النقل عن رسول الله ونقل القرآن نقل الوحي، أم أنها أكثر أم أنها خلاف ذلك؟ جوهر العدالة، هو قد يخطئ الصحابي في الرواية ولكن هو لا يتعمد الكذبة، وهذا ما استدركه العلماء على بعض الصحابة. يعني هناك استدراك على سيدنا أبي هريرة في حديث خلق الله النور يوم الأربعاء، استدركه العلماء على سيدنا أبي هريرة وقالوا إن هذا ربما دخل عليه من كلام كعب الأحبار وهو لا يدري. انظر إلى هذه الدرجة، وهذه وظيفة العلم أن الصحابي يروي، وقد ولذلك يقول علماء الحديث أنفسهم كل الناس يرد عليهم الوهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوهم هو أن يروي شيئا يظنه صحيحا أو يظنه من قول النبي أو يظنه من قول أبي بكر أو يظنه من قول كذا وهو ليس من قوله. الوهم أن يظن القول أو ينسب القول لغير صاحبه أو كذا، فالوهم وارد. وهنا تأتي وظيفة العلم في أن تنقى الروايات من مثل هذه الأخطاء، ولا نرد جملة المرويات لأجل خطأ واحد، هذا غير معقول. يعني خاصة أن واحدا مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني كثير من مروياته، معظم مروياته وافقه فيها غيره أو روي بطريق صحابي آخر معظم رواياته. قليلا من فرد برواية، نعم. طيب، يعني هذا عن موضوع عدالة الصحابة، لكن ماذا عن عدالة كل الصحابة؟ أن كل الصحابة عدول، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون يعيشون في عهد النبي. نعم. بين الصحابة كان هناك منافقون غير معلومين إلا لحذيفة بن اليمان. يعني إذا كان هناك بعض الناس يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا منافقين غير معلومين، كيف يمكن القطع بعدول كل الصحابة؟ هذا سؤال مطروح. هو طبعا المنافق لا يعد صحابيا، وسيدنا حذيفة بن اليمان كان بعض الصحابة ينظر يعني إلى من يموت من الناس، فإن وجد حذيفة رضي الله عنه يذهب أو يتبع جنازته أو يصلي عليه فيقول إذن هذا ليس من المنافقين. كان يفعل هذا عمر وغير عمر حتى يعلم المنافق من غير المنافق، فكانوا يعرفون المنافق من غير المنافق. وهناك بعض المنافقين حسن إسلامهم ممن كانوا يتشككون. يعني انظر حتى في حنين مثلا، في غزوة حنين بعض الذين كانوا حديث إسلام من قريش بدأوا يشكون، وهذا مروي في الكتب أنه يعني لما بدأت المعركة بهزيمة المسلمين قالوا انكشف السحر. بعض من كانوا أسلموا قبل قليل من قريش بعد فتح مكة، ولكن لما رأوا الإسلام رسخت قدمه وقابل هذه الأزمات الخطيرة جدا، أزمة حنين خطيرة جدا كاد الإسلام يزول فيها، لما وجدوا الإسلام يصابر ويثبت بهذه القوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقف في ساحة الحرب يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب والأخطار محدقة به صلى الله عليه وسلم ولا يفر، فعلموا أن هذا ليس من محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الله جل وعلا، فثبتوا حتى رجل كأبي سفيان صار يعني فذا الإسلام بعينيه، مرة فقعت عين له في حنين وفقعت عينه الأخرى في فتوح الروم، وكان يقول للنساء في بعض فتوح الروم قفن خلف الرجال فأي رجل يفر بالعصا واضربنه، يعني أمر النساء أن يقفن خلف الجيش الإسلامي كل امرأة تمسك خشبة أو عصا غليظة أي واحد يفر من المسلمين اضربنه. إلى هذه الدرجة كان حريصا على يعني وكانت قد كبرت سنه حريصا على أن يعني يخدم الإسلام في آخر أيام حياته. هل سقطت العدالة عن أحد من الصحابة في التاريخ؟ لا، ما أسقطت عن أحد من الصحابة. نعم، لكن بعضهم ارتد عن الإسلام دكتور، بعضهم القليل ارتدوا. قليل جدا ارتدوا. نعم. ويعني هؤلاء يعني هل تقبل روايتهم أو لا تقبل؟ المحدثون قبلوا روايتهم على أساس أنه حسن إسلامهم، ارتدوا على الإسلام ثم عادوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم. نعم. وهذا من الفريق البعيد يعني من الصحابة يعني. هو يعني قليل جدا يعني أسلموا، أقلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا فيما أذكر الأشعث، قليلون جدا يعني. لكن هؤلاء روايتهم
مقبولة كذلك. لماذا؟ لأنه حسن إسلامهم، وشواهد ذلك كثيرة، منها أنهم قاتلوا في الفتوح قتالا، يعني قدموا أنفسهم لخدمة الإسلام، وشهد الصحابة لهم بأنهم يعني حسن إسلامهم، فبالتالي قبلت روايتهم. حقيقة دكتور، في الآونة الأخيرة، في السنين الأخيرة، يعني ثارت موجة من طعن الصحابة وسبهم والطعن فيهم والتشنيع عليهم، حتى في وسائل الإعلام، من غير مراعاة لمشاعر المسلمين، علما أن الطاعنين يعيشون في صفوف المسلمين في العالم الإسلامي. نريد أن نبحث هذه الظاهرة بشيء من العلمية لأذنت لي، ولكن بعد فاصل أخير. هذا فاصل أخير، نستكمل الحلقة بحول الله تعالى بعد قليل. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. دكتور، الآن اليوم هناك موجة كبيرة من سب الصحابة. حقيقة هذا ربما لم يكن هناك، يعني هذا امتداد لموجة تاريخية حصل هذا في التاريخ، لكنها اليوم يعني منتشرة أفقيا وعلى وسائل الإعلام، ويعني تعرض بالصحابة على مرأى من المسلمين من دون مراعاة لمشاعر المسلمين. السؤال هو، هذه الظاهرة رغم أن الصحابة انتقلوا إلى ربهم منذ مئات السنين، اليوم يعني ليسوا موجودين لكي يدافعوا عن أنفسهم على التهم التي تكال لهم إلى آخره. حكم سب الصحابة في هذا اليوم من الناحية العلمية لو تؤصل له؟ هو لو أصلنا لهذه المسألة، فيعني علاقة الأجيال بعضها ببعض يجب أن تكون علاقات إيجابية. يعني لعلنا لو فتشنا في كتاب الله تعالى سنجد هناك ثلاثة مواقف للناس من أسلافهم. هناك يعني أناس يتبرؤون من أسلافهم تبرؤا كاملا تاما، كأنها مقياس قوله تعالى في أهل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فلو قسنا عليها نقول كلما جاءت أمة لعنت أختها، هذا يعني مقياس فيه خلل، ويعني أن الجميع اجتمعوا على ضلالة، وهذا لا يمكن. طبعا لا يمكن أن تجتمع كل هذه الأجيال الساب والمسبوب على ضلالة. فإذا هذه صورة فيها خلل في علاقة الأجيال بعضها بعض. هناك صورة أخرى، صورة الاتباع الكامل والثناء على كل الأعمال حتى ولو كانت خطأ. فهذا لعل مثله هو مثل قول الله عز وجل، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، الثناء الكامل على تراث الآباء والتام على هذا التراث، ويعني حتى الأخطاء الواضحة الفادحة يعني تذكر على أنها محاسن. هذا شكل غير صحيح. الشكل الصحيح السليم، أو لعل الشكل الصحيح السليم، هو ما قاله الله عز وجل راويا عن الفريق الثالث بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فذكروهم على أنهم هم الذين حملوا إليهم، سبقونا بالإيمان، ولولا أنهم سبقونا بالإيمان ما وصل إلينا الإيمان. لولا أن هؤلاء صاحب محمد صلى الله عليه وسلم ما وصل الإيمان لا إلى سنة ولا إلى شيعة. لولا هؤلاء ما وصل الإسلام ولا سمع له صوت، ما حفظ القرآن. الله عز وجل جعل هؤلاء أسبابا في يعني ترسيخ وجود الإسلام وحفظ. يكفي أن نقول إن القرآن حفظ نصا ووضع بين دفتين في عهد هؤلاء الكرام، وهم الذين نشروه وحافظوا عليه، لم يدخل فيه تغيير ولا تبديل كثير ولا قليل. فحكم التعرض لهؤلاء، هناك من يقول بأنه حذف منه، الذي يقول بهذا يعني يأتينا بالدليل، يأتينا بشيء روي تواترا ولم يرويه هؤلاء تواترا. هذا كلام فيه خلل علمي وخلل ديني لا شك في ذلك. يأتينا يقول لنا هذا روي تواترا عن فلان عن فلان، نحن عندنا التواتر موجود. طب إذا هو إذا أقام لك الحجة من منطقه بأن هؤلاء الصحابة، يعني مثلا لو دخلت معك في التفاصيل أكثر دكتور، بعض الفرق المبتدعة تقول بأن الصحابة جلهم ارتدوا عن الإسلام، لم يبقى إلا عدد ما بما لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، أو ربما 7 إلى 9 من الصحابة الكرام. يعني لو من باب التنزل ومن باب المجادلة، لو صحت هذه النسبة أن الصحابة كلهم ارتدوا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني هذا؟ تجريحهم في النبي نفسه، وتجريحهم في وظيفته، وأنه لم يحسن التربية. يعني يكفي أن لو مثلا نظرنا في بيت رجل صالح وقلنا إن 90% من أولاده فاسدون، هذا اتهام للرجل نفسه أنه لم يحسن التربية.
فإذا قلنا إن 90% من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا، هذا إهدار لقيمة النبوة التي ربت وأدبت. إن جزءاً كبيراً من مهمة النبوة هي التزكية والتربية. نحن حينما نقرأ القرآن نقرأ قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته، يعني يقرأ النص المنزل عليه، ويزكيهم يعني يربيهم ويطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يفقههم في فهم الدين وإدراك يعني قواعده وأصوله وفقهه وفهمه. فهل النبي فشل في ثلث المهمة التي وكلت إليه؟ لم ينجح إلا في تربية علي وابن عباس والمقداد وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وفشل في الباقين. إن هذا أمر عجب. هذه نقطة مهمة، لكن حقيقة ليس هذا ما قصدته، وإنما فيما لو تنزلا صدقنا بهذه الرواية بأنهم ارتدوا وأنهم ليسوا عدولا وإلى آخره. يعني ماذا يعني ذلك من الناحية العملية؟ هل يجب أن نصوغ إسلامنا من جديد؟ يعني هذا الإسلام الذي بين أيدينا هو ليس الإسلام الحقيقي. سيسقط توتر الإسلام، سيسقط توتر الإسلام طبعا. توتر الإسلام إذا سقط هؤلاء يسقط توتر الإسلام. يعني ليس لا يوجد الآن في إسلام، لن يكون فيه توتر، لا قرآن ولا سنة ولا شيء. لن نثق في هذه الرواية. يعني قضية الإسلام قضية دين روي عملا وقولا عن طريق مئات الصحابة على الأقل، مئات الصحابة على الأقل، ثم نقل إلى آلاف، والآلاف نقلوه إلى أن وصل إلى ملايين تروي عن ملايين. القرآن ملايين تروي عن ملايين بشكل مكتوبا ومنطوقا طبعا، ملايين تروي عن ملايين. هذه الاستفاضة وهذا التواتر الهائل الذي لا تواتر مثله، إذا أسقطنا عدالة كل الصحابة إلا عددا قليلا فيسقط التواتر عن الإسلام ويصبح دينا مرويا بمرويات الأحاد القليلين. من الناحية العلمية والتاريخية والمنطقية، هل يصح القول من الناحية العلمية والتاريخية والمنطقية، هل يصح القول بأن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم عن الإسلام؟ الذي يقول هذا هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني الذي يتهم الآخر بالكفر حتى ولو كان ميتا بعد موته، إما أن قوله صحيح وإما أنه هو الكافر. القول بكفر الصحابة مثلا كفر. بردتهم كفر، نعم. لكن من الناحية المنطقية دكتور نبيل، ألا ينقض هذا قول الله سبحانه وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون؟ لأن هؤلاء هم الذين تكفلوا اجعلهم الله أسبابا في حفظ هذا الذكر. إذا ما كانوا ارتدوا فمعناها أن الذكر الذي بين أيدينا وهو القرآن ليس صحيحا. تمام. وهذا نقض لقول الله سبحانه وتعالى. تمام. من هذا الباب الذي يسقط عدالتهم أو يسقط إسلامهم. تدينهم إطلاقا، فهذا يعني هذا إنسان يعني غير عاقل حقيقة يعني. وهناك نقطة أخرى مهمة، يعني هل التدين يبنى على السب والشتم؟ الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهينا عن التنابز بالألقاب وعن سب والشت، لأن هذا ليس تدينا، إنما هو يعني سلطة لسان وليس تدينا. التدين عمل إيجابي يؤدي إلى خير. لكن ربما يقول لك قائل: يعني يسبون الصحابة حتى يعني يخرج أي تأثير من قوة الصحابة مثلا في قلوب المتبعين حتى. هذه قضية أخرى، قضية القدوة، وهذا شيء عظيم يعني يضاف إلى مقام الصحابة، هو أن الله عز وجل جعل لنا قدوة تامة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نوع القدى أو الأسوات والقدوات يعني في هؤلاء هذه الكوكبة الكبيرة، فيهم الموهوب عسكريا والموهوب سياسيا والموهوب علميا، حتى تجد الجماهير المسلمة بغيتها في القدوة التي يعني التي تحبها. فهناك من يميل إلى الزعامة السياسية فيجد قدوته في عمر، هناك من يميل إلى الإخلاص الكامل والتام والتفرد في المواقف في خدمة الدين يجد ذلك في أبي بكر، هناك الفارس العالم يجد ذلك في عمر، هناك الغني المنفق الحيي يجد ذلك في عثمان، هناك العالم الشاب الورع يجد ذلك في معاذ بن جبل، هناك القائد العسكري العظيم الذي بلغ في التخطيط العسكري ما لم يبلغه أي قائد في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا خالد. وهكذا تجدون هذه النماذج العجيبة الكاملة التامة البشرية. وهذه ليست عبثا أيضا. ربما ليست عبثا، هذا التنوع في المهارات والملكات ربما لا يكون عبثا، ربما يكون من باب الذي تحدثنا عنه في المحور. نعم. الأول هو من باب الاصطفاء ربما. نعم، هو يعني هذه النقطة أكررها، مسألة هدم للقدوة الذي يعني يهدم الصحابة يهدم القدوة في أمام الناس. فنحن لا نريد أن نضيق الإسلام بحيث يكون الإسلام في مجموعة صغيرة من الأشخاص ثم يصبح الإسلام في شخص واحد نقول هو مصدر الشريعة بعد النبي. لا 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 يمكن أن ينفرد شخص واحد بالشريعة، لا يمكن. بعد النبي الشريعة صارت مسؤولية علمية، ميراث النبي وزع في الأمة، ليس خاصا بشخص ما، شخص معصوم أو غير معصوم، وإنما موزع في الأمة تقوم به. فلا ينبغي أن نهدم هؤلاء الحمل الذين حملوا الإسلام. لا نقول بعصمتهم الفردية
ولكن نقول بعصمتهم الجماعية، الإجماع عصمتهم الجماعية، ونقولهم هدمهم هدم لرواية الدين وتحويله إلى مرويات فردية لا تزيد قوة عن مرويات أخرى كثيرة في أديان أخرى. بناء على ما تفضلت به دكتور، يعني ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه الأمة، الموقف الشرعي الذي ينبغي أن تتخذه الأمة بعلمائها ونخبها ومثقفيها وحتى عوامها تجاه أولئك الذين يسبون الصحابة سواء سرا أو جهرا ويطعنون فيهم؟ هو يعني أولا يجب أن نوضح الأمور والقضايا ومنزلة هؤلاء، وأنه يعني هؤلاء الناس يعني اختلفوا فيما بينهم أو اتفقوا أو كذا، هم بشر ولكن هم حملة الدين الصادقون الذي ضحوا في سبيل. نكشف منزلتهم ونوضح منزلتهم، ثم يعني نقول إن في هدمهم هدما لكل الاتجاهات الإسلامية، هذه حقيقة، هدم لكل الاتجاهات الإسلامية، يعني يعني حتى هدم لسيدنا علي نفسه، لأنه جزء منهم، واحد منهم، لو شككت في هؤلاء فستشك في علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هؤلاء فريق واحد، اختلفوا واتفقوا لكن في النهاية تناصروا وتجمعوا لخدمة الإسلام والدين. ثم بعد ذلك إن كانت هناك يعني سلطة، يعني يختلف أمر العالم عن أمر السلطة، السلطة ينبغي أن تحذر الناس من هذا الأمر، هذا أمر خطير لأنه يشق المجتمع. نحن ينبغي أن ألا يعني أن نتنبه جيدا إلى هؤلاء الذين يستغلون الانتماءات المذهبية سواء سنة أو غير سنة، يعني كل الذين يستغلونها في توظيفات سياسية يجب ألا يستغلوا الجماهير، الجماهير تكون متفتحة، أننا مجتمع واحد حتى لو تنوعت مذاهبنا، حتى لو تنوعت مذاهبنا، فلا ينبغي أن نستغل وتحول النبرة المذهبية إلى سيوف وإلى خناجر وإلى بنادق يقتل بها بعضنا بعضا. نعم، هذا من حيث ما ينبغي أن يكون، لكنه وقع وكان. فانطلاقا من هذا الأساس الذي ينبغي أن يترتب عليه الموقف من هؤلاء السابين الطاعنين، هل هو أساس عقدي بمعنى أن تأخذ منهم موقفا عقديا تنابذهم عقائديا، أم موقف سياسي أم موقف فقهي؟ ما حقيقة وأساس الموقف هو قضية سب الصحابة هي طبعا ليست قضية عقدية في الأساس، وإنما تعرض في قضايا في كتب مثل مسألة الإمامة نفسها، تعرض في كتب العقيدة لأن بعض الفرق تبنتها، وهي ليست قضية عقدية، وقد يترتب عليها كفر لمن كفرهم طبعا، كما يترتب على ترك الصلاة كفر في رأي كثير من العلماء، وليست قضية عقدية. ولكن سب الصحابة، البراءة من الصحابة، من تبرأ من الصحابة أنا أتبرأ منهم، لأن أبا بكر أعز إلى قلبي وأحب إلى نفسي من هذا صليت اللسان. نوعية البراءة هذه ما هي طبيعة البراءة؟ براءة دينية؟ ما هو حسب موقفي، إن كان كفر هو يتبرأ، يكفر هو يتبرأ منه، هو براءة دينية. هو هل تبرأ منه بمعنى أنه كفره أو خطأه في شيء؟ لو خطأه باعتبارات سياسية قد يكون، لو كفره من ناحية صحبته للنبي أو هاجمه بسبب هذه العلاقة والصحبة ويريد أن يستأثر بها فريق واحد من الصحابة، فهذه زاوية غير ما لو قلنا إن الصحابة لو تركوا الأمر لعلي لكان أفضل، مناقشة سياسية قد يكون، كما يرى بعض الفرق الزيدية، يعني يرون أن المسألة كان الأولى بها علي، ولكن لا بأس أن يكون المفضول إماما. ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من مثل هؤلاء اليوم، من مثل أصغرهم حقيقة اليوم. دكتور، وصلنا إلى ختام الحلقة، لكن بقي أمامنا دقيقتان فقط، في هاتين الدقيقتين أترك لك المجال لكي يعني توجز ما تريد أن تقوله مما لم نسأل عنه أو مما لم يرد في طيات الحديث عن هذا الموضوع، موضوع الصحابة ومنزلتهم في الإسلام. أنا أتمنى أن نكون عمليين في الحديث عن الصحابة، وأن تكون هناك دراسات عن الصحابة ليس من باب حكم من سبهم فقط، ولكن حكم وظيفتهم ودورهم في هذه الحياة، الدور العلمي وكيف ورثوا العلم لأبنائهم، دور أبناء الصحابة مثلا باعتبار أنهم الورثاء الأقربون لهؤلاء، وموالي الصحابة كيف تناقلوا العلم، الدور الحضاري للصحابة، أن نوسع النظرة وألا نكتفي بالنظرات الجزئية إلى هؤلاء، هذا الجيل العظيم الفريد الذي سماه بعض مفكرين بالجيل وصفه بعض مفكرين بالجيل القرآني الفريد، وفعلا جيل قرآني فريد رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، ورضي معهم عنك دكتور نبيل. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الدكتور نبيل الفولي أستاذ الفلسفة الإسلامية، شكر الله لكم، إلى لقاء بحول الله تعالى.